البداية راح اليوم نكتب الكلمات ونتهجاها سوا، بس انتبه وياي وركز وياي. شوفوا هذا يا حرف، حطيت له فتحة صار، حطيت له فتحة صار. زين شوفوا وياي، انتبه وياي كل الزين، هنا تتخربطون انتو لان ما قاعد تركزون، ما قاعد تنتبهون، قاعد تتهون باللعب، قاعد ما قاعد تراجعون وراي تشوفون الفيديوهات. شوفوا وياي، ها مش قلنا عليه اول حرف م، قلنا عليه م اي ويا الاراس اقراها ايا، بس اشوف حرف واجا ورا حرف بد اقرا مقطع، مثلا هسه هنا ما اي ايا ايا اي ايا راس اقرا الاي ويا العاش اقرا ورا صافون واقف ما اي ايا ما يا ما اي ايا ما يا كرار شلون تهجاها ما كرار وياي تهجاها ما اي ايا ما يا جود ما اي ايا ما يا ما اي ايا ما يا ما اي ايا ما يا شو صوتك يختلف عنهم؟ ما اي ايا ما يا حكيت هجاها؟ ما اي ايا ما يا ما اي ايا ما يا ما يا بعدني ما حاطه الارض، لا تدرخون لا تدرخ يا بطل، ما اريد درخ، احنا مو عندنا تاريخ. ما اي ايا ما يا راح احط الار واشوف شلون حقراها. ما اي ايا ما يا ار ان ميار ما اي ايا ما يا ار ميار عندكم بصوت واحد تجاه عبودي مو بيان ما اي ايا ما يا ار لا تقول راس الميار عبودي ما اي ايا ما يا ار ميار عيدها عفية هذال عفية حسدين عفية هسه عرفنا كلمة ميا شلون تهجا عرفناها لو لا؟ ما اي ايا ميار ميار زين انتبهوا علي راح اكتب هاي الكلمة الثانية انتبهوا وياي هذا يا حرف حطيت له فتحة صار حطيت له فتحة صار سلمان ان حطيت له فتحة صار نه شوفوا وياي هذا يا حرف زين شلون راح اقرا انتبهوا وياي ن دي اي دي ن دي اي دي ن دي اي دي ن دي اي دي ام ناديم لا 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 مو هيك قاعد تقروها مو تقول راس النديم انت ايش قاعد تقرون انتبه علي لا تحكي انت نادي ايدي نديم قاعد ام نديم قاعد تقروها هذا الغلط لا تدرخ لا تدرخ انتبه على الحروف والمقاطع اخذنا كل المقاطع واخذنا كل الحروف انتبه يا بطل نادي ايدي لهنا دي ايدي نادي ايدي نادي ايدي نادي 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 ام نادي ايدي نادي سلمان لا صافون هجاها سلمان اسمع صوته يلا مو نديم راسا تقولي نديم هجاها يعني كلكم قاعدكم لي قدام حتى تصفلون هن ثلاث رحلات لي قدام اذا قاعد الكل لي قدام معناتها الرحلات اللي ورا عليش حاطيها
يعني ما معقوله ماماتي انتو، يعني الكل قاعده لي قدام؟ اذا الكل راح قاعده لي قدام معناتها لعلش تجيبولنا رحلات؟ يعني المفروض انا ما اقول لك يا فلان يا فلان يا فلان انتبه، مو لو لا نادي ايدي نادي تجاه سلمان ام نديم ام ام نادي ايدي نادي نادي ايدي نادي نادي ايدي نادي ام نديم ام نديم نادي ايدي نادي زين تبوا على هذه الكلمة هذا يا حرف يا حرف حطيت له فتحة صار حطيت له فتحة صار ب يا يا بيا الاي ويا الاصار ايها يا راسك لها ايها يا بيا يا بيا 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 شالت هجاء على الرواد بيا بيا حطيت لها الاجل انه صادقها بيا بيا عافية محمد صلاح تجاها بيا بيا عافية ممتاز احمد لا مو هيك احمد لا تدرخ بيا يا بيا بيا يا بيا ان بيا عفيه هسه تمام عماد بيا يا بيا ان بيا بيا يا عيدها بيا يا بيا ان بيا ممتاز جود بيا يا بيا ان بيا عفيه سلمان بيا يا بيا ان بيا لا لا تقول الان مرتين الان مره واحده نقولها بيا يا بيا ان بيا ان بيا عيدها يا بابا على الصبورة بي آيا عفية علي فارس عفية ممتاز ممتاز كرار أحمد عماد لا تقول إن مرتين بي آيا بيا إن بيان بيا إن بيان كرار عبودي بيا 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 ماماتي بيا 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 ان بيان عيدها بيان ماما بدون ان لان اعتبر ان ما موجوده هسه بيا ان عفية عبد القادر وفاء سدرة ما نصح لها سدرة وفاء ولا وفاء سدرة خربط بنات كوبية يلا وفاء لمار أمير عيدها ما سمعتها ما هم قاعد تقول اثنين مرتين ان الان مرة واحدة بيا يا بيا ان بيان يلا ستين علي رواد بيا بيا ماما بيا ليش ما تتبعون على خطا غيركم انتبه يعني انا هذا الخطا كررته ويا عبد الله المفروض هذا الخطا اللي كررناه ويا عبد الله ما يرجع يتكرر صححت لعبد الله ما نرجع نكرر الخطا ويا عبد الله ليش الخطا تكملون بي ليش الصحيح ما تستمعوا له ما دام انا صححت لعبد الله انه قلت لعبد الله بي يا بيا وصححت الامير المفروض انا انتبه الست صححت الامير صححت لعبد الله قالت له غلط تقولي ان مرتين صححت السلمان نفس الشيء ما يصير تقولي ان مرتين نزل ايدك بي يا بيا ان بيان ان بيان هذال ارفع نفسك تجاهه حسين بيا
عافية، ممتاز ممتاز يا بطل. زين انتبهوا وياي، هاي الكلمات كاتبتها على السبورة نديم. نادي ايدي نادي النديم. النديم مر أرامرا المرام. مر أرامرا المرام. بيا يا بيا. بيا يا بيا. إن بيان. إن بيان. مي يا ميا الميان. مي يا ميا الميان. عفية هاي الكلمات أنا شايفيها كاتبتها مربع. شفتوها كاتبتها أنا مربع. هذا راح يكون واجبكم. هذا راح يكون واجبكم. تكتبوها بشكل مربعات بالصفحات، تكتبوها بشكل مربعات تمام. كلمة نديم ومرام وبيان وميار تمام. زين تبوا وياي بعد اكو فقرة. هلا هذا يا حرف. زين هاي يا حرف. ايه شو راح نقرا ريري. زين هذا يا حرف وهذا يا حرف، شو راح نقرا؟ منو قال او؟ منو قال او؟ زين هذا شو نقرا قلنا؟ وهذا هنا الاي، هنا جت تشبيهه وهنا. زين هذا مقطع وهذا مقطع، هذا مقطع وهذا مقطع، هذا مقطع ريري وهذا مقطع ريري تمام. الار ويا الاي شو تصير؟ ار ويا الاي سواء كانت وسطيه او اوليه او اخريه. الار الار ما تجي الوسطيه ويا ويا الوسطيه، اوليه او اخريه نقراها شنو؟ ريري. نقراها ريري. شوف راح كبل هسه، شوف عاوز تعرفوا الفرق. قلناها شلون نقراها؟ ريري. حطيت لام الصار ريري مريم. شوفوا هاي قروها. هاي 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 شفتوا شفتوها تمام. هسه عمود الميز تمام.